السلام عليكم أخواتي إخواني متابعي قناة صحة الغذائي. اليوم إن شاء الله سنتابع الجزء الثاني من موضوع كيف تتصدى لشبح الشيخوخة المبكرة. في هذا الفيديو إن شاء الله سنتناول أهم الأشياء التي ستساعدنا على صد الشيخوخة المبكرة والنظام الغذائي. إذن سنحاول أن نجيب على التساؤلات التالية: ما هي حقيقة العمر؟ ما هي أسباب عزوف المسنين عن الأكل؟ ما هي أهم العناصر الغذائية التي ينصح بتوفرها كلها أو بعضها في نظامك الغذائي؟ ما هي حقيقة العمر؟ العمر أخواتي إخواني ظاهرة عضوية ونفسية، فليست له إذن أي صلة بالتقويم المثبت في الحائط أو بتاريخ ميلاد المدون في الحالة المدنية أو على البطاقة التعريف. وقد لوحظ أن الرجال والنساء الذين جاوزوا 100 سنة يشتركون في خصائص 4، وهي أنهم يتمتعون بعصارة معدية قوية، وكذلك بنبض قلبهم بطيء ومنتظم، ويتخلصون من النفايات بشكل يومي ولا يعانون من الإمساك، وكانوا كذلك يتمتعون بمعنوية عالية، أي بمزاج مرح خال من التوتر والقلق والكآبة، لأنهم ببساطة أخواتي إخواني كانوا يمارسون منذ شبابهم أنواعا من الرياضة، وينامون بشكل كافي ولا يسهرون كثيرا، ويستيقظون باكرا ويمارسون الاسترخاء وقت الظهيرة. وكذلك كانت القواعد التي تقوم عليها تغذيتهم كانت سليمة وصحية. ومن الأسرار أخواتي إخواني التي كانت وراء وصولهم إلى هذا العمر وهم يتمتعون بالصحة والسعادة، هو أنهم كانوا لا يأكلون إلا قليلا، مصداقا لما هو موجود عندنا: نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا نشبع. أي أنهم كانوا يطبقون القاعدة الذهبية التي تقول إنه خير المرء ألا يصيب من الأكل إلا أقله. وثقافتنا الإسلامية زاخرة ومليئة بهذه القواعد، مثل حديث الثلث وحديث اللقيمات. وهناك رجيم يسمى أخوتي إخواني رجيم اللقيمات، وضع قواعده الدكتور المصري محمد الهاشمي، أستاذ علاج السمنة بكلية الطب جامعة القاهرة، وهو استشاري علاج السمنة المفرطة. لقد استخلص علم اللقيمات أو هذا النظام من سنة نبوية مهجورة، حيث قال أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لابد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. رواه الترمذي وحسنه. ولحسن حظ أخواتي إخواني، فنحن بين أيدينا محصولا علميا كبيرا متزايدا على الدوام بالاكتشافات في ميدان الطب والتغذية. فهناك أخواتي إخواني حقيقة كبرى، وهي أن طريقة ونظام تغذيتك فيما بين السن 40 و60 هو الذي سيحدد إن شاء الله لك مظهرك وحالتك الجسدية والمعنوية والذهنية فيما بين سن 70 و80. فهناك أخواتي إخواني حقيقة كبرى، وهي أن طريقة ونظام تغذيتك فيما بين السن 40 و60 هو الذي سيحدد لك مظهرك إن شاء الله وبإذن الله، وحالتك الجسدية والمعنوية والذهنية فيما بين السن 70 و80. انزل إذن من ذهنك إذن تلك الخرافات وتلك الأفكار العتيقة البالية التي توهم الناس أن الهرم شر لا مفر منه، وثق ثقة كاملة أنه في مقدورك أن تعيد بناء صحتك في أي عمر، وذلك بالعناية بتناول الغذاء الصحي ما أمكن. نعرف أنه أصبح من الصعب أن تجد مواد غذائية صحية، والحمد لله نحن ما زلنا في بلداننا نتوفر على مخزون غذائي متنوع وطبيعي إلى حد ما، أفضل بكثير ما هو موجود في الدول الغربية على الخصوص، فكل شيء دخله التغيير الوراثي. وخير ما تفعله هو أن تحسن تقدير طعامك لمعرفة مقدار ما يحتويه من العناصر الغذائية اللازمة ومن الوحدات الحرارية التي ستزود بها بنيتك، أي بالطاقة والقوة. الآن، ما هي أسباب عزوف المسنين عن الأكل؟ قد دلت أخواتي إخواني البحوث التي نشرت أخيرا في الولايات المتحدة الأمريكية على أن 3/4 سكانها الذين تجاوزوا 50 من عمرهم يعانون نقصا من 6 إلى 8 أنواع من عناصر التغذية والتي فقدت من موادهم الغذائية، وكذلك إلى جملة عوامل منها أن الشهية للطعام تقل بتقدم السن.
ويقل الاهتمام بإعداد الأنواع المغذية من الطعام، وربما كان ذلك لأن الشخص يتناول طعامه وحده خاصة في المجتمعات الغربية. أما نحن في مجتمعاتنا فما زال والحمد لله المسنون يشاركون عائلاتهم موائد الطعام، فإن الوحدة أخواتي وإخواني لا تشجع على الأكل، وربما أيضا أن الشخص الذي لم يعد يستطيع القيام بعملية المضغ بالشكل المطلوب أو مرغما بسبب علة أو مرض في أسنانه، وربما أيضا كان يرى منذ صغره أن الأكل مهمة ثقيلة على النفس يتمنى الفراغ منها بأسرع وقت وغير مهتم للطاقة الغذائية التي تتوقف عليها حياته. ومما لا شك فيه أن الغذاء أخواتي إخواني لا يكون غذاء بمعنى الكلمة إلا إذا استطاع الجسم استيعابه وتمثيله على الوجه الصحيح. ونعلم أخواتي إخواني أن كل لقمة تلقمها قد يكون فيها خير وقد يكون فيها ضرر، فاحرص على تجنب منافذ الضرر، واعلم أن سر الشباب دائم وتجنب الهرم المبكر هو أولا وقبل كل شيء في معرفتك ماذا تأكل وبأي طريقة تأكل وفي أي وقت تأكل. إذا باختصار لا تأكل من المواد الغذائية إلا ما يوافقك صحيا، فموافقة الطعام بالصحة أخواتي إخواني سر يسهل استنباطه والاعتداء إليه. لذلك ستعرف أخواتي إخواني وأنت متابع لهذه الفيديوهات القيمة الغذائية الدقيقة لكل عنصر من عناصر الغذاء ولكل واحد من الفيتامينات والأملاح المعدنية، وسترى من خلال هذه الفيديوهات أنه بوسعك أن تغير وتراجع ما أمكن نظامك الغذائي إذا كان سيئا فلم يفوت الأوان بعد. الآن ما هي أهم العناصر الغذائية التي ينصح بتوفرها كلها أو بعضها في نظامك الغذائي؟ أولا هذه العناصر أخواتي إخواني الزبادي أو الروب أو الرائب أو الرايب أو الخاتر، فالزبادي بالعامية المصرية واللبن بالعامية الشامية والعراق والرايب بالعامية المغربية هو أحد نواتج الحليب، يتم الحصول عليه من أي نوع من أنواع الحليب وذلك بتخميره بواسطة بكتيريا لبنية أو فطريات خاصة. وعموما يستخدم حليب البقر لهذا الغرض كما يستخدم حليب الغنم والخيل في بعض المناطق، ويعرف الزبادي أخواتي إخواني بمحتواه الغني من البروتين والكالسيوم وفيتامين B2 ريبوفلافين وفيتامين من B6 وفيتامين B12. ويمكن الأفراد أخواتي إخواني الذين يعانون بدرجة متوسطة من عدم تحمل اللاكتوز تناول الزبادي دون ضرر، إذ أن معظم اللاكتوز في اللبن أو في الريب يتحول بفعل البكتيريا إلى حمض اللاكتيك. ويمكن أيضا تناول الزبادي للوقاية من الإسهال الذي تسبب المضادات الحيوية، وتم اعتقاد أن الزبادي أي ريب يحافظ على صحة اللثة ربما بفعل حمض اللاكتيك في الزبادي. وخلصت دراسة نشرت في عدد 11 يناير كانون الأول 2005 من الدولية للسمنة أن تناول الزبادي الرايب قليلة الدسم قد يساعد في تخفيض الوزن ويعزو ذلك أو يرجع ذلك بوجه خاص لغناه بالكالسيوم. من الثابت أخواتي إخواني أن الرايب أو الزبادي أو الياغورت عظيم الفائدة بجميع الأجواء صيفا وشتاء، ويمكن إضافة إليه فواكه طازجة أو عسل طبيعي، فإذا أضيف إليه عصير فواكه أو العسل يعطيه طعما جميلا. والواقع أخواتي إخواني أن الزبادي أو الرايب عنصر غذائي لا غنى عنه لكل من يريد أن يحافظ على صحته وشبابه ويبعد عنه شبح الشيخوخة المبكرة. ففي بلغاريا على سبيل المثال أخواتي إخواني حيث يقدم الرايب مع كل وجبة من وجبات الطعام، وبرغم من أن التغذية بالأصناف الأخرى قليلة بكثير إلا أن متوسط الأعمار في ذلك البلد أكبر منه في أي بلد آخر على وجه الأرض، وذلك بفضل الإكثار من تناول اللبن الزبادي أو الرايب. أيضا فقد اشتهر البلغاريون باحتفاظهم بقوتهم وحيويتهم ونشاطهم التناسلي وجميع مظاهر الشباب إلى سن متقدمة جدا. وبالإضافة أخواتي الأخوات أن الزبادي أو الرايب غذاء ممتاز لمرضى الناقهين، لأن ما فيه من البروتينات يعتبر مهضوما بالفعل إلى حد كبير بفضل ما يحتويه من البكتيريا اللبنية ومن الكالسيوم الدائب في الحمض اللبني الذي ينتج بتحول اللبن أو الحليب إلى الزبادي أو الرايب. ولهذا فإن كالسيوم الرايب سهل الامتصاص، وعندما يصل إلى الجهاز الهضمي تساعد البكتيريا على تطهير الأمعاء وينتج عن ذلك بعض الغازات لبعض الأشخاص. كما أن البكتيريا اللبنية أخواتي إخواني الموجودة في الرايب عندما تكون في الأمعاء تقوم بإنتاج كمية مهمة من فيتامين B
وفيتامين ك سهلة الامتصاص بحيث تتوزع على الجسم كله ويستفيد منها. ثم أخواتي إخواني هناك الشعير حيث يستهلك على شكل خبز مخمر بالخميرة البلدية حتى يتمكن الجسم من امتصاص عناصره المعدنية كالحديد والفيتامينات كفيتامين أ. ويمكن أخواتي إخواني تحضير حساء من سميدة الشعير أي الشيشة أو كسكس الشيشة أو السيكوك وهي وجبة من سميدة الشعير والريب أو مع ريب منزوع من الزبدة بخض بعد خضه أي اللبن. ومن فواكه الشعير القوية هناك باختصار الحفاظ على صحة الأمعاء حيث يعتبر الشعير أخواتي إخواني مصدرا ممتازا للألياف الغذائية. هذه البكتيريا تلعب دورا مهما في الحفاظ على صحتك كما أنها تعتبر جزءا من جهازك المناعي، فحاول تغذيتها بالشكل الصحيح ولا تتناول كل ما سيدمرها ويقلل من أعدادها فهي مؤشر على صحتك. ويساعد الشعير بشكل خاص في تعزيز صحة القولون وبالتالي الحفاظ على حركة منتظمة للأبعاء وإخراج الفضلات بانتظام والحفاظ على نظافة المعدة، لأن الذي يذهب للمرحاض أقل من 3 مرات في الأسبوع فهو مريض فجسمه لا يتخلص من السموم المتراكمة فيه. ومن فوائد الشعير أخواتي إخواني التقليل من فرص الإصابة بسرطان القولون والتقليل من فرص الإصابة بالبواسير. وهناك أخواتي إخواني خسارة الوزن حيث تساعد الألياف التي يحتوي عليها الشعير على الشعور بالشبع دون إضافة أي سعرات حرارية إضافية، مما يجعل الشعير هاما بشكل خاص لمن يرغبون في خسارة الوزن الزائد. وعموما فإن تناول الحبوب الكاملة مثل الشعير يساعد على تحسين عملية الأيض والاستقلاب في الجسم والتقليل من الشعور بالجوع. وهناك أخواتي إخواني الحماية من حصى المرارة، يساعد الشعير على الحماية من الإصابة بحصى المرارة وذلك بسبب المحتوى العالي من الألياف التي يتم إفرازها وتراكمها والذي قد يتسبب في حصى المرارة. وإنه أخواتي إخواني غني بالمضادات الأكسدة حيث يعتبر الشعير غنيا بالمضادات الأكسدة المتنوعة والتي تقلل من فرص الإصابة بالسرطان وتقلل من فرص الإصابة بأمراض القلب والتهابات عموما. ومن الفيتامينات أخواتي إخواني هنا التي لا بد من تواجدها في نظامك الغذائي هناك فيتامين أ. فالفيتامين أ هو عائلة من المركبات القابلة للذوبان في الدهون والتي تلعب دورا مهما في الرؤية والنمو العظام والإنجاب والانقسام الخلوي. ويساعد فيتامين أ أخواتي إخواني على تنظيم نظام المناعة الذي يساعد على منع أو صد الإصابات وذلك بإنتاج خلايا الدم البيضاء التي تحطم البكتيريا والفيروسات الضارة. ففيتامين أ أيضا أخواتي إخواني يساعد الخلايا اللمفية وهي نوع من خلايا الدم البيضاء على محاربة الالتهابات بكفاءة أفضل. أما المصادر الغذائية لهذا الفيتامين فهناك نوعان من فيتامين أ في الطعام. النوع الأول هو فيتامين أ المشكل ويوجد في المنتجات الحيوانية كاللحوم والأسماك والدواجن ومنتجات الألبان. أما النوع الثاني فيسمى بالبروفيتامين ويعد الشكل الأكثر شيوعاً لهذا النوع هو البيتا كاروتين الذي يوجد في الأطعمة النباتية كالخضروات والفواكه. وهناك أخواتي إخواني فيتامين سي أو فيتامين جيم فهو فيتامين يوجد في عدد من الأطعمة المتنوعة ويتم بيعه كذلك كمكمل غذائي. يعتبر أيضا أحد أنواع الفيتامينات الهامة لصحة الإنسان لأنه يساعد على إعادة نمو أنسجة وإنتاج إنزيمات النواقل العصبية. ففيتامين سي أيضا أخواتي إخواني مطلوب في أداء العديد من الإنزيمات اللازمة لوظائف الجهاز المناعي ويعمل أيضا كمضاد للأكسدة. ويوجد أخواتي إخواني في الحوامض كالليمون أو الحامض والبرتقال والبابلوموس أي البرتقال الهندي. وهناك أخواتي إخواني فيتامين دي فهو فيتامين قابل للذوبان في الدهون كما أن الجسم يمكنه أيضا أن يصنعه من الكوليسترول عند التعرض الكافي لأشعة الشمس ومن هنا لقب بفيتامين أشعة الشمس. فهو يعتبر مركبا كيماويا عضويا ويسمى فيتامين من الناحية العلمية فقط عند عدم استطاعة توليفه وتصنيعه بكميات كافية من قبل الكائن الحي، وبهذه الحالة يجب الحصول عليه من النظام الغذائي. ومن المصادر المعروفة هناك سمك السردين وسمك الإسقمري أي كبيلة وسمك أبو سيف وسمك السرمون وسمك التونة وتعبان البحر وزيت كبد سمك القد وكبد البقر والبيض البلدي. وهناك أخواتي إخواني فيتامين أ أحد أهم مضادات الأكسدة التي تحارب جذور الحرة والبكتيريا والفيروسات الموجودة في الجسم، بالإضافة إلى أنه يدعم ويساعد جهاز المناعة ووظائف الخلية ويحافظ على صحة البشرة ويحميها من التلف الناجم عن التعرض لأشعة
فوق البنى النسيجية أن يؤخر من ظهور علامات الشيخوخة المبكرة، كما يوسع الأوعية الدموية مما يقلل من تكوين التخثرات الدموية. ويعد فيتامين أو من الفيتامينات الدائبة في الدهون، ويتوفر في العديد من الأطعمة ومن المكسرات كاللوز واللوز والجوز والبذور مثل بذور دبر الشمس، زرعة الكتان، الفول السوداني أي الكاوكاو، وزبدة الفول السوداني، والزيوت النباتية مثل زيت دبر الشمس وزيت الزيتون وزيت أرغان إلى غير ذلك، بالإضافة إلى الملفوف والكرومب والبروكلي والطماطم المطيشة والخبيزة والسبع والخس والسبانخ والكيوي. وحتى لا أطيل عليكم، موعدنا إن شاء الله في الجزء التالي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.